سلام، نهاركم زين ومبروك. اليوم ان شاء الله راني رايحه نسحبكم معايا في جوله لليونان، نحضروا انتاغت بالتفاح والكريمه، نعطيكم كامل التفاصيل وليزاستيس. النتيجه راهي رايحه تكون بزاف تفرح. ندوزوا للمطبخ باش ندو جميع التفاصيل. المقادير ديالنا مضبوطه. بداية عندي زوج حبيبات بيض بدرجة حرارة المطبخ مع قريصة تاع الملح ونسكرفجو حبيبة تاع الليمون. نضيف 100 غرام من السكر ونضيف الزيت، وعندي من الزيت 80 غرام. نضيفهم بالتدريج مع 50 غرام من الزبدة الدائبة. بسم الله. الزبدة، وعندي الفارينة مقادير مضبوطة كما تفهمنا، 360 غرام مع واحدة تاع الخمارة بوزن 10 غرامات. نفرغها دفعة واحدة، نقول بسم الله راني غربلتها وجدتها. ها بداية نتحصل على عجينة متماسكة. توليا المقادير المضبوطه كيفاش تعطينا نتائج سوا سوا. شوفوا ليا العجينه تاعي، نغلفها بكيس غذائي نحطها في الثلاجه ونجوز نحضروا لا كريم باتيسير. باش نحضروا لا كريم باتيسير بيان سور، عندي 50 غرام من السكر، نضيف عليهم 50 غرام تاع المايزينا هكذايا، ونضيف عليهم صفار حليبه تاع البيض، حبه واحده من الصفار هكذايا، وعندي من الحليب 400 غرام. نبدا نفتح هذا المزيج بالتدريج، نقول بسم الله. بارد في بارد، ولكن نبدا نفتح بالتدريج. ندوب المايزينا مع السكر، ندفعها فوق الفرن على نار خفيفه حتى وين تتقال وتولي تبقبق، مي فريمون تولي تبقبق. وقبل هذا راني رايحه نزيد لها كيس من السكر الفانيليا. كيما راكم تشوفوا معايا الكريمه تاعي تقالت، وراهي تقالت بزياده، وهذا هو المطلوب. علاش راني رايحه نزيد نضيف لها 200 غرام من الكريمه الطازجه. نقول بسم الله ونبدا نوزن. راني حطيت لا كاسرول فوق الميزان، 200 غرام من الكريمه الطازجه، كما راكم تشوفوا دخلت كامل الكريمه ديالي داخل كريم باتيسير. ديجا راهي بردت لي، راني فتحت كامل هذا المزيج. ونجي نضيف حبيبه تفاح اللي كيفاش حضرتها، نظفتها اكيد بطبع، قطعتها مكعبات، درت لها الليمون ودرت لها السكر غير مغرفه صغيره، وحطيتها تقلات اتان اتان ماشي حاجه كبيره فوق الفرن واحد دقيقه فقط. ندخل هاد التفاحه هكذا ونجو باش نبداو لو مونتاج. عندي ان سيرسو هكذا باش كي نديمو ليها تجيني شابه تاع 20 سنتيمتر، نحطو في ان بلاطو بيان سور وندير لو بابي كويسون، سينو اللي عندهم هذوك السنيوات اللي يتفتحوا من الكوتي حيكون احسن خيار تاع 20 سنتيمتر. العجينه ديالي بردت راهي هايله، نجي واش ندير. عندي نقسمها لثلاث اجزاء، جزئين هما اللي راح ندير لو فونساج ديالهم في لو بلاطو، والثلث هكذايا اوب نحيه ونديرو في المجمد. وهادي نبداو نقولو بسم الله ونبداو نديرو لو فاسوناج معا. هكذايا جا بلاتي بيان بيان، ونطلع بيان سور هنا هكذا كنجي نطلع الجوانب. ما عندكم ما تخافوا، هكذا القاعده راهي ملحمه بزياده. الوغ انا جا بلاتي بيان بيان، ونطلع ندور بكل سهوله هكذا ونطلع هكذا. يا كملت كامل لو فونساج ديالي في الوصفه الاصليه هكذا كيما راهي دوكا، مباشره يدفعوها الطيب، يديروا لها لا كريم باتيسيير ويزيدوا يديروا الطبقه الاخيره ويدفعوها الطيب. كاين ناس كيما انايا ما عندهمش ديفور بروفيسيونيل، تخافي تقعدك لداخل شويه اميد. انا ما نحبش هذاك القوام، انا نحبها تجيني كروستيون تقعد هكذاك مقرمشه. الوغ راني رايحه ندير لها اون بري كويسون، الوغ ندخلوها للفرن ابلون غير تنشف ونعاودوا نولوا.
فرغت كامل هذيك لاكريم باتيسيير اللي بنينه بزياده اللي درت لها التفاح وهذاك الثلث تاع العجينه اللي قعد كان في المجمد. نجي ناخذ لاغابط ونبداو نديرو هاد الحركه، نسكرتوها كامل في كل مكان وندفعها اكيد طيب الكوشه مسخنه من قبل على 180 درجه. نحط لو بلاطو ديالي بيان سور في الرف فوق الاسفل، نخليها تاخذ وقتها وتتحمر كما يلزم الحال وتعطينا هذاك اللون الذهبي الرائع، ونعاود نولو في النتيجه النهائيه ان شاء الله. الكيكة اليونانية، كيكة التفاح اليونانية لنهار يوم وجدت. صدقوني ما لقيت واش نقول، الروايح، الليمون، لاكريم هذيك باتيسيير اللي درنا لها التفاح، هما لا فري فيرسيون. في بلاصه هذيك الزيت حنا درنا مزيج بين زيت وزبده، زيت ايماجين يديروا زيت زيتون. ايوي زيت زيتون، انا خفت الاطفال يعني يكون المزيج ما يعجبهمش، ولكن لا فري فيرسيون فيها شويه تاع زيت زيتون. كيكه بنينه بجميع المقاييس، شوفوا راني حابه نقطع معاكم باش نشوفوا النتيجه عن قرب. فوالا 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 النتيجه عن قرب، شوفوا لي النتيجه، شوفوا هذيك الكريمة التفاح، يا سلام. وكما راكو تشوفوا عن قرب النتيجة، هذا هو لافونتاج تاع طياب ابلون ولا امي كويسون. النتيجة هي لو غاتو يجي فريمون فريابل، لو كان واحد عنده فور بروفيسيونيل يا با دو بروبليم يطيبها وتاخذ وقتها وتجي النتيجة رائعة، ولكن المرأة اللي عندها كوشة عادية ماشي فونتيلي وماشي بروفيسيونيل، عليكم وعلى هاد الطريقة تاع لا كويسون. شوفوا كيفاش جات مرملة فريابل تحمر الوجه. نتمنى تجربوا الوصفة وتفرحوا بها وتتقاسموها كامل مع احبابكم، ونتمنى كذلك ونضموا لقناتنا وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.